قصف من الخارج، تمرد من الداخل، خلاصة الوضع في مدينة تعز، حيث قصفت ميليشيا الحوثي مدرسة الحجر للبنات، ما أدى لاستشهاد طالبتين وجرح 3 أخريات، بالتزامن مع فوضى أمنية في المدينة القديمة والمناطق المجاورة، تتهم قوات الأمن كتائب أبو العباس بقيادتها التي رفضت أكثر من مرة مهلاً زمنية منحتها السلطات الأمنية والمحلية لتسليم العناصر الخارجة على القانون وإخلاء المدينة القديمة من المسلحين. كانت تعز قد شهدت خلال اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة بين السلطات الأمنية ومسلحين تابعين لكتائب أبو العباس بعد استهداف دوريات الحملات الأمنية ونشر القناصين فوق أسطح المنازل، وهو ما أدى وفق أطباء بلا حدود إلى مقتل طفل وجرح 31 من المدنيين، بينما تسببت المواجهات بإغلاق مستشفى الجمهوري. في 19 من مارس الماضي كانت قوات الشرطة قد نجحت في بسط سيطرتها على معقل الكتائب والقبض على مطلوبين، لكنها انسحبت بأوامر من محافظ تعز نبيل شمسان، وتجددت الحملات الأمنية هذا الشهر بعد اغتيال مسلحين للمقدم محمد الحميدي، إلا أنها توقفت مرة أخرى بتوجيهات من المحافظ. تعد هذه هي المرة الثالثة خلال شهر التي تندلع فيها اشتباكات بين مسلحين تابعين لأبو العباس وبين الحملة الأمنية، على خلفية حماية الكتائب لعناصر مسلحة متورطة بجرائم اغتيال طالت واحدة منها حنة لحود الموظفة بالصليب الأحمر، وقتلت أخرى خطيب جامع العسائي عمر دوكم. وفيما هو واضح فإن الفوضى الأمنية الموجهة بنظر مراقبين ستستمر في ظل تساؤلات غامضة حول تفرج محافظ تعز على ما يحدث في مدينة هو المسؤول الأول عنها.